ورجعنا لكم مره تانية في كلام البنات. ودلوقتي بقى جه ميعادنا مع فقرتنا الاسبوعيه اللي بقدمها لكم انا وزميلتي امل وحكايات بقى البنات. وامل ازيك يا نرمين؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه ومساء الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي في كلام البنات. وحشتوني من الخميس اللي فات، وفي الحقيقه جات لي ردود فعل كتيره جدا على الحلقه بتاعه الاسبوع اللي فات، واللي اتكلمنا فيها كانت عن صفات الراجل في فتره الخطوبه. واضح اننا جينا على الجرح قوي يا نرمين. ده حقيقي بس والله احنا كنا بنقول يعني احنا بنقول حاجات من الواقع يعني. وكان معانا تقارير وحاجات ويعني احنا ما بنقولش حاجه، ان انتوا اللي بتقولوا يعني. الحكايه الحقيقه بقت نموذج بيتكرر في كتير جدا 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 من الخطوات اللي بتبوظ لاسباب كتير قوي. اكيد هنتكلم وهنفتح المواضيع دي تاني معاكم، وهنبقى مستنيين ارائكم ومستنيين تليفوناتكم، وقولوا لنا كمان انتوا عايزين نتكلم على ايه. النهارده هنتكلم زي ما قلت لكم في الانترو عن ايه؟ المراه العصبيه. المراه بقت عصبيه زياده عن اللزوم، وانا حقانيه جدا اهو عشان ما حدش يجي يقول لي ايه انت على طول قلبا وقالبا. اصلا خلي بالك انا على طول الناس بتتهمني انت مع الست ضد الراجل. لا، هو بعيدا عن ان انا عدوه الرجل، بس لا انا النهارده هكون بجد لا حياديه جدا، لان فعلا الست بتتنرفز جدا. بتقعد طول ما هي في البيت نرفزه شخط نطر طول اليوم، في البيت في الشارع في اي حته في الشغل. يعني الستات بيبقى لها العصبيه بتبقى زياده عن اللزوم، ولا انت عندك راي تاني؟ عندك حق، هي فعلا العصبيه بقت زياده عن اللزوم، بقت كتير قوي، بنشوفها في حاجات كتيره. بس يمكن عشان الست بقت ضغوطاتها كتيره، بقت بتنزل تشتغل، بقت بتعمل حاجات اكتر فوق يعني من طاقتها اللي المفروض بتعملها، شايله مسؤوليات كتير قوي. بس عايزه اقول لك ان العصبيه انواع، وهي كمان مش حاجه يعني محدش بيتولد عصبي، هي مش حاجه، هي حاجه مكتسبه. هي مكتسبه؟ طبعا. واللي حواليكي هي اما بيزودوها يا اما بيقللوها، فده كله برده محتاجين ان احنا نتكلم عنه، ان برده ضغوطات الحياه وكل الحاجات دي بتساعد اكتر ان الواحده تبقى عصبيه، سواء بقى بسبب الحاجات اللي حواليها، جوزها، اولادها، الحاجات دي كلها. طيب يعني الراجل عليه عامل هو يا جماعه؟ طبعا. يعني هي امل قالت ان يعني انت بتتكلمي بقى كمان من الشق العلمي بقى، يعني امل هي بتقول يا جماعه ان هي مش بتتولد عصبيه، احنا كلنا بنتولد زي بعض، دي بتبقى فعلا حاجات مكتسبه. بيجي بقى هنا دور الراجل، هل هو بيزود العصبيه دي ولا بيحاول يحتويها ويقلل منها؟ الراجل يا جماعه دوره مهم جدا، يعني الراجل مثلا لما يبقى مع مراته في البيت شايفها عصبيه جدا، طب ما تحتويها، طبطب عليها، تعالي يا حبيبتي مالك في ايه، ولا انا بحلم؟ الحاجات دي موجوده ممكن ولا هي المفروض تبقى موجوده؟ ابلعي ريقك يعني. ابلعي ريقك قوي كمان عشان ايه امل بلعت ريقها يعني. هي المفروض لا بس لا. قالت الحقيقه المفروض تبقى موجوده. ده حقيقي صح، يعني ممكن 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 تبقى فعلا مش موجوده في ناس كتيره. في ناس مش فاهمه فكره العصبيه هي ايه، هي دايما الناس متخيله ان العصبيه دي طبع. انت طبعك كده، وما بيبقاش شايف حته انه ازاي هو بيزود الحته دي. فاحنا بنيجي نقول لا، هو في صحيح ناس بتبقى طبعها كده قبل الجواز، وفي ناس لا، يعني في ناس ما بيبقاش ساعات بس ممكن يتغير. يعني في مثل عندنا عليه عامل، سواء ان ده طبع او مش طبع، طبعا عليه عامل كبير. لا، في مثل عندنا يا جماعه بيقول لك ايه، لا الطبع بيغلب التطبع. والله لا، انا مش مع المثل ده على فكره، او مش مع الراي ده ان الطبع بيغلب التطبع. لا، يعني مثلا انا عصبيه جدا، جيت ارتبطت بحد وحبيته، لا بحاول ان انا امتص العصبيه دي جدا وبقللها علشان خاطر انا عايزه مثلا اكمل مع الشخص ده. والراجل كذلك، يعني الراجل برضو انا هصدمك شويه في حته. أيوة. التطبع دي ما تقوليش ان انا كلامي غلط شويه فعلا. ميرسي يا امل، ميرسي قوي. طب ايه بس خلينا نروح نشوف طيب راي الرجاله في الشارع قالوا ايه لما سالتهم لما مراتك بتتعصب بتعمل ايه لما بتتعصب عليك. نشوف التقرير ونرجع نكمل الحلقه. اتعصب عليك بسبب ايه وبتعمل ايه لو اتعصبت عليك؟ هو طبعا الازمه الاقتصاديه منتشره زي ما انت شايفه الغلاء، فطبعا اكيد بسبب الماديات، فالواحد بيتقبل الحوار وبيحاول يعني يمشي امور شويه. هي ما بتعصبش، هي ممكن غيره، قلت الستات حضرتك عارفه، ف سنة عصبية، لكن بحاول انا اصالحها والدنيا بتهدى الحمد لله، مفيش حاجة. لو بتعصبت بسبب بيبقى بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب ان انا بتكلم، مش عايزين اتكلم. الحمد لله من نعم ربنا ان ما بيحصلش الكلام ده. ده بفضل ربنا. بس وانا سعيد بيها والحمد لله ان ربنا كرمني بزوجة صالحة. لو دخلت الـ الشقة وانا لسه في رجل الشوز،
دي اكتر حاجة دي يعني مشكلة بصراحة. لو اتعصبت وهي عندها حق فانا ممكن ان انا اقعد ساكت وبهدى جدا وبعد كده بضطر ان انا افهمها خطأها كان ايه وبترجع هي تتأسف، بس هي بصراحة عمرها ما اتعصبت عليا. والله ان اتعصبت عليا بتعصب انا التاني زيادة، بتروح ساكتة ان عملت مشاكل برا ولا حاجة. بس تتعصب في الغالب بسبب المصاريف اليومين دول، ولو اتعصبت بحاول استوعب بحاول استوعب غضبها على قد ما اقدر، ما انفعش بالبنيه طبعا في وشها. شفتوا دلوقتي يعني هي معظم الناس يعني الظروف الاقتصاديه طبعا اكيد دي تعصبنا الحياه كلنا، لكن شفتي اللي قال لك ايه؟ اصل الشوز بتبقى برضو بتلدع طيب يعني عدم نظافه وبتاع. ما هو واضح من كل الاجابات انه في اسباب كتير قوي للعصبيه، وواضح اكتر ان الرجاله كمان ما بقاش عندهم خلق. يعني هو يقول لك هي لو اتعصبت انا بتعصب اكتر فانا بروح او هديها بنيه او كلام من ده، فبرضو هما الاثنين ما حدش يعني ما فيش لازم. طب يعملوا ايه الرجاله لو لقت يعني راجل لقى مراته متعصبه، المفروض ان هو يعمل ايه؟ طيب هو عامه يعني لو احنا بنقول احنا هنتعامل ازاي مع العصبيه، ما انا دلوقتي لو انت داخله عليا متعصبه فانا ممكن ارد عليكي بعصبيه اكتر، خلاص بقت خناقه، مستحيل انت هتهدي. يعني مستحيل انا هبقى كده عملت حاجه احاول امتص بيها غضب. وفي نفس الوقت ممكن ارد عليكي ببرود جدا فانت تحسي ان انا بستهزئ كلامك فتتعصبي اكتر. ده البرود ده بيبقى بصي زي ما شفنا واحد برده في التقرير يقول لك ايه انا بسكت خالص هي بتتعصب. ما طبعا حضرتك ما طبعا رد معاها كده ويعني تدخلي كده في يبقى في نقاش حتى يعني، لكن ان انا اقعد ازعق 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 واللي قدامي ده ساكت لا. ما هو فعلا في ناس بقى بتتهز تقول لك انا ما ردتش خالص، ما انت ما ردتش خالص هي هتتعصب زياده. أيوة. فاحنا بنقول خير الامور الوسط. فهي النهارده مثلا في حاجه معصباها لازم تبتدي تشوف ايه اللي معصبها، ولازم تبقى عامل حسابك هو العصبيه عباره عن ايه. عباره عن طاقه سلبيه، الست المتعصبه دي هي واخده كميه طاقه سلبيه رهيبه. واخدها بقى من الشغل، واخدها من الولاد، واخدها من المسؤوليات، من المصاريف، من انه موضوع الشوز، يعني اي حاجه خدتها. بس هي في الحقيقه قاعده منظفه وكنسه ومسحه وبعدين هو يجي يروح داخل مبهدله. ما هي عندها طاقه سلبيه متخزنه، فبالتالي هو بيجي على حاجه وبيفتكر ان هي بس اتعصبت على الموضوع ده، وبيبقى فاكر ان هي حاجه صغيره قد كده. لا هي بتبقى حاجة كبيرة يعني، ما يعني لما الواحد وبعدين لا وعايزة أقولك حتى لو حاجة صغيرة هي اللي جواها اللي مضايقها حاجات كبيرة، بس بتطلع ممكن في حاجة صغيرة. وخليني أقولك إن برضو الستات بجد عشان في كتير من الرجالة والله ما يعرفوا الموضوع ده وبيفتكروا إن الست بتتدلع. الست في فترة معينة أو فترة زمنية من الشهر بتبقى هرموناتها متلخبطه بجد، الوقت ده لازم انتوا كرجالة تحتووا الموضوع ده. الهرمونات متلخبطه، بتبقى هي عصبيه، بتبقى النقطة دي مهمة جدا. صح، اصل في رجاله يقول لك يا عم دي بتتدلع يا عم يا انا عايزه اقول لك ان المفروض هو كمان بيبقى عارف بالظبط امتى ويبقى عامل حسابه ان قبل الوقت ده انا عارف انه اثناء الدوره الشهريه طبعا احنا بنتكلم على التوقيت ده، ولازم ابقى عارف ان هي فعلا ممكن تتعصب على اي حاجه، ممكن يبقى خلقها ضيق، دي حاجه مهمه جدا، بس هي فعلا الناس ما بتبقاش حاطاها في بالها. طيب عموما احنا دلوقتي شفنا راي الرجاله، طب تعالوا نشوف بقى الستات نفسهم. وانت عصبية جوزك بيعمل ايه؟ تعالوا نشوف بيعمل ايه ونرجع لكم على انا وامل تاني. انت بتتعصبي على جوزك بسبب ايه وهو بيعمل ايه لما انت بتتعصبي؟ هو بسبب المادة مش اكتر، ولما بتعصب بيسيبني عشان هو مش قادر يجيب حاجة، مثلا الكذب او التأخير. هو متعصب عليه ما بيعملش حاجة، مسالم هو بارد وبقى ما كانش بيعمل حاجه، ما بيعملش حاجه، ما بتعصبش عليه، بس لما هو بيتعصب انا بسكت. بتعصب عليه لما بيكذب عليا، لما مثلا يقول لي انا جاي حضرت الغداء، ايوه انا جاي، واقعد مستنيه وما يجيش، ما بتعصب عليه. في اليومين دول اكيد كل الاسر بسبب الماديات، عيد ودراسه وكده، فهتلاقي الجو البيوت يعني مليانه شحن دلوقتي شويه. لما بتتعصبي عليه هو بيعمل ايه؟ بيسكت طبعا. بتعصب عليه بسبب الاولاد. هو بيعمل ايه لما انت بتتعصبي عليه؟ يسيب لنا البيت وينزل. ما بتعصبش على جوزي خالص والله، الحمد لله جوزي جميل ومش بنتعصب على بعض، لما هو بيتعصب بقى انا بعيط، فبيتحل المشكله خالص. طيب وزي ما شفنا في التقرير طبعا معظم الستات اكثرهم قالوا موضوع الكذب، الكذب 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 اتكررت في كذا حاجه. البرود طبعا زي ما كنا لسه بنقول يا نرمين، انه ما تبقاش بارد وهي بتتكلم معاك او بتتناقش معاك في موضوع مهم وانت مش مديها اي رياكشن او اي يعني رد فعل قوي، طبعا هي هتتعصب جدا. التاخير كمان في كتير من الموضوع، الماديات طبعا هي طبعاً من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل. طب ايه الفرق يعني؟ يمكن لما شفنا الرجاله
كان اول حد صورنا معاه كان راجل كبير بيقول لك لا انا بحتويها. لو جينا شفنا الشباب بيقول لك لا يا ما بردش عليها يا اما بزعق لها انا كمان. هل السن بيبقى له علاقه مثلا؟ طبعا، لانه في ناس كتيره وهم صغيرين هو فاكر انه حته ايه، لا انا ارد عليها ايه، انا الراجل. هو لسه فاهم انه حته انا الراجل دي هي بفرض السيطره عن طريق القوه مش عن طريق الاحتواء. مع الخبره شويه بيبتدي يفهم انه القوه هنا هي بتبقى في الاحتواء اكتر من انه افرض السيطره بالاجبار او بالقوه. الراجل لما يعني هي اكيد مش قصدها انها تزعق لك بغرض ان هي بتزعق لك بتهينك، لا هي بتبقى بتطلع الشحنه السلبيه اللي جواها بتطلعها في مين؟ فيك، لان انت اقرب حد ليها. انت بقى بتقول لا ده كده جت على كرامتي وجت على رجولتي، انا كده مش راجل. لا خالص على فكرة، تيجي على رجولتك لو بتعمل كده فعلا قدام الناس، لكن ما بينكم ما بين بعض بتالي تبقى حاجة عادية. لا هو ممكن يتعصب شوية، هي ممكن تتعصب شوية، لازم نعرف ازاي نتعامل مع بعض. حتى زي ما بنقول دايما مع الناس يعني لازم في طرف ممكن يبقى عنده حتة العصبية دي، لازم الطرف اللي قدامه. فبالتالي الأزواج يمكن أكتر حاجة، لأنه لو فضلنا كمان نبني موضوع العصبية ده خناقة ورا خناقة ورا خناقة، الموضوع بيكبر وبتدي هيقول لك بقى له تأثير. خلي بالك على الأطفال على الولاد كمان، لا طبعا. يعني الموضوع هيتنقل بقى مش عصبية بيني وبينك، لا هي هتتنقل للولاد. بنلاقي أولاد كتير جدا عصبيين أو أطفال بيبيهات صغيرين بس حركاتهم عصبية جدا، فبالتالي ده هو ده اللي كنت بقول لك عليه لما كنت بتقولي حتة الطبع والتطبع. ما هو أنت كده بقى تطبع ولادك ان هم يطلعوا عصبيين. وخليني اقول لك بقى في موضوع التطبع ده، يعني حتى في علم النفس، هو النهارده انت في 95% من شخصيتك وطباعك وعصبيتك هي متكونه من زمان جدا، وصعب جدا تتغير الا اذا كنتي انت اللي قدامك بيساعدك وانت عارفه بيها. لا ما بيساعدنيش الحقيقه. فلو العوامل دي مش موجوده، يعني مثلا حتى لو احنا بنقول ان الست طبعها عصبي شويه، بس لو انت مش بتساعدها طب ما هو انت مش بتحاول تعمل حاجه. فبالتالي طبعا الموضوع بيزيد سوء واكتر واكتر واكتر. ليه لما الراجل بيبقى عصبي دايما دي يعني الحقيقه حاجات اتربينا عليها، لما جوزك يتعصب اسكتي، لما يغلط فيكي اسكتي، طب ليه انا اسكت وهو ما يسكتش؟ على فكره مش بحط الند بالند، يعني مش بقول ان طبعا اكيد الراجل راجل والست ست، بس دايما بقول ان هما الاثنين يعني هي هما الاثنين حاجه واحده. فلما نبقى في بيت واحد انا اتعصب انت تحتويني، انت تعصبت انا احتويك، يبقى فيه زي ما بنقول هي معادله صعبه. ده مهم جدا. وخلينا كمان نقول ان احيانا اسباب العصبيه بتبقى مش في ايد الشخص، يعني زي ما قلنا مثلا في ظروف احيانا بتحصل للست كل شهر الدوره الشهريه، في كمان حاجات تانية زي مثلا لو في سوء تغذيه، لو في ارهاق، لو في انخفاض في السكر، لو في مشكله في الغده الدرقيه. ايه ده بجد؟ اه طبعا. كل الحاجات دي لو في نقص في فيتامينز معينه، كل ده ممكن يخلي الشخص عصبي. اه طبعا، من غير ما هو نفسه يقدر يتحكم في حتة العصبية دي، أو إنه يبقى خلقه ضيق، لو مرهق، أي من الحاجات دي ممكن تعمل عصبية. وبرضو العصبية الزيادة ممكن تأذي الشخص في نفس الوقت، هو بالعكس بقى بيزود أكتر من الحاجات الـ يعني خلي بالك. كان حتى دكتور مجدي يعقوب قال مرة إنه في حاجة اسمها إنه أنا لما زعل حد واتعصب قوي عليه أنا فعلا ممكن أسبب له مشكلة في قلبه. فهو الاثنين مرتبطين ببعض، انت ممكن يبقى عندك حاجه عضويه مخلياكي عصبيه، وممكن في نفس الوقت من كتر العصبيه توصلي لحاجات مش هي العصبيه عموما يا جماعه وحشه، بتجيب امراض كتير جدا. بالزبط. يعني ممكن تجيب سكر، تجيب ضغط، يعني حاجات كتير جدا. فيعني احنا عموما بنقول للرجاله كده والستات يعني والله ما بنيجي على طرف على حساب طرف، بس بنقول للطرفين خلوا بالكم من بعض، مفيش حاجه مستاهله. دايما يعني انا وعبير عبد الستار رئيس تحرير البرنامج بنقول اليوم اللي بيعدي ما بيجيش تاني، فخلونا نتبسط، خلونا نعيش حياه كويسه، ملهوش لازمه الخناق. ودايما انا عندي مبدا في حياتي، انا وانت اتخانقنا عندنا حاجتين ما لهمش تالت، يا هنتصالح يا اما مش هنكلم بعض تاني مدى الحياه. طيب هنتصالح ليه نطول فتره الخناق والنكد والزعل؟ فنتصالح على طول، إن امل انا زعلانه منك من 1 2 3 4 نرمين والله حقك عليا انا اسف. والأهم كمان ان احنا يعني نبقى فعلا صافيين من جوه، يعني في اتنين بيتصالحوا بس صح. بتفضل دايما متخزنه الطاقه السلبيه جواهم، وبالتالي برضو موضوع العصبيه ما بيروحش. صح، يعني اتمنى ان الرجاله والستات حبوا بعض وكمان احتووا بعض. خلصت فقرتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله الخميس اللي بعد العيد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا امل، واشوفك طيبة ان شاء الله على خير يوم الخميس اللي بعد. هتقضي العيد فين؟ انا مسافره جوه ولا بره مصر؟ لا بره، بره مصر. اشوفك ان شاء الله على خير الخميس اللي بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله. كلامنا لسه مكمل معاكم، وهنروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم عن المراه المصريه، ازاي المراه المصريه تبقى سعيده في حياتها.
من غير راجل. استنينا.